في ضوء توجيهات المجلس الرئاسي والحكومة، قام وزير الأشغال والنقل بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع الجاري تنفيذها في مطار عدن الدولي، والتي من شأنها إعادة الدور الحيوي والتنموي لمطار عدن الدولي. مزيدا من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل لبيب محمد علي. تفقد وزيرا الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي والنقل الدكتور عبد السلام حميد تفقدوا عددا من المشاريع الجاري تنفيذها في مطار عدن الدولي ذات التمويل الحكومي وكد الممولة من الشقيقة المملكة العربية السعودية عبر برنامج إعادة الإعمار، حيث تفقد الوزيران الحريزي وحميد ومعهم نائب وزير النقل ووكلاء وزارتي الأشغال والنقل ومدير عام المطار عبد الرقيب العمري، تفقدوا سير العمل في مشروع تأهيل سور مطار عدن الدولي والبوابات الرئيسة فيه، والممولة حكوميا بمبلغ إجمالي 475 مليون ريال يمني. وقد اطلع الوزيران من قبل مدير عام المطار على ما تم إنجازه في المشروع البالغ طوله 220 مترا والأهمية التي يكتسبها هذا المشروع من حيث تقديم خدمات أفضل للمسافرين ويسهل عليهم عملية دخول المطار. واطلع الوزيران الحريزي وحميد على الأعمال الإنشائية في المشروع الذي تقوم وزارة الأشغال العامة والطرق بالإشراف على تنفيذه. المشروع الآن قيد التنفيذ، ربما قد وصل إلى 50 أو 60% تقريبا من الإنجاز، وبعد أيام قليلة يمكن خلال اليومين القادمين بندشن مشروع كهرباء المطار الاستراتيجي، الخط الاستراتيجي اللي هو يمتد من محطة توليد خور مكسر إلى المطار مباشرة. طبعا هذا المشروع لأول مرة يدخل في المطار، سيؤمن طاقة مستدامة للمطار ويحسن كفاءة التبريد والتكييف، وأيضا سيساعد على الإنارة وعلى كل منشآت المطار. لدى الحكومة توجهات والوزارة أيضا بتحسين أوضاع المطار وإعادته إلى سابق عهده. نزولنا إلى مطار عدن لتفقد المشاريع الممولة من الحكومة اليمنية وكذلك من البرنامج السعودي، وهذه رسالة تبعثها الحكومة اليمنية لكل أبناء المحافظات المحررة، أن الحكومة الآن تعمل على قدم وساق في الميدان بتوفير الخدمات في إطار المحافظات المحررة، وبإذن الله المواطنين يحسوا بالتحسن في جانب الخدمات سواء كانت في القطاع النقل أو كذلك في قطاع الأشغال، كذلك التحسينات المقبلة عليها محافظة عدن. نحن في الحكومة بإذن الله ننفذ حزمة من المشاريع التي تم توجيهها من قبل المجلس الرئاسي لتحسين الخدمات، وهذه رسالة اليوم أنا وأخي وزير النقل نبعثها أننا متواجدين في الميدان بإذن الله. جميع الوزراء هناك خطة عمل شاملة تشمل تحسين في جميع المحافظات المحررة. كما اطلع الإخوة الوزراء ومرافقيهم على مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي والذي يموله البرنامج السعودي لإعادة الإعمار، والمتضمن تأهيل مدرجة التدحرج بطول 3150 متراً وتأهيل محطة الشحن ومبنى الترحيل، وكذا تأهيل موقف السيارات بقيمة إجمالية 15 مليون دولار. فقدنا مشروع البرنامج السعودي اللي هو سفلة المدارج وخاصة مدرج التكسوي، العمل ماشي على قدم وساق، يمكن خلال شهرين بيكون المدرج جاهز. المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 70% يمثل أحد المشاريع الطموحة التي تعيد رسم الوجه الحضاري للعاصمة المؤقتة عدن، ويسهم في إرساء الاستقرار والتعجيل في دوران عجلة التنمية فيها. لبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.